النجاح صعب ويحتاج إلى إصرار وعزم وتميز. مدرستنا مدرسة النخبة النموذجية في بنيش. هذه المدرسة تستهدف نسبة الأيتام وأبناء المعتقلين، وتقدم الخدمات التعليمية المجانية من كتب وغيرها. لهذا العام نقوم الآن بتكريم الطالبات اللواتي حصلنا على درجة التفوق، وكانت لدينا نسبة النجاح كبيرة والحمد لله رب العالمين. من أصل 30 طالبة في الشعبة 15 طالبة حصلوا من درجة 280 وحتى 270. أولئك الطلاب ولمن أشرف على تدريسهم. أنا الطالبة المتفوقة سنة سعيد ناصر. تكرمنا اليوم على مستوى المدرسة وعلى مستوى مدينتنا بنش في مدرسة النخبة النموذجية، ولقد كنا أكثر من 15 طالبة حصلت على مجموعة فوق ما يصل إلى فوق 270، ولقد كان لمدرستنا فضل كبير علينا ولمعلمينا الذين تعبوا معنا طوال السنة. فاطمة الزهراء زهور فجر. أنا المتفوقة شهد محمد قرعلي في مدينة تنيش، تفوقت على مستوى المحرر بمجموع عالي، كما أتقدم بالشكر وإهداء هذا النجاح لأمي ولأبي المتوفى ولجميع المعلمين والمعلمات الذين بذلوا الجهد من أجل أن يعلمونا ويضيئوا درب المستقبل. الطالبة رقم فريد السيد علي. أنا الطالبة سنة باجان من مدرسة النخبة النموذجية، حائزة على درجة 280. حابة إهدي نجاح لكل اللي وقف معي وساندوني، أمي وأبويا وأنستي وأساتذتي ومدرسة النخبة النموذجية بالأخص. حابة بارك لكل رفقات اللي جابوا معدل كويس.